السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة قواعد البيانات باستخدام مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر. والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا 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 وهو التريجرز. فيا ريت الناس اللي بتحب القهوة تجهز فنجان القهوة وتركز معايا جدا في الكورس بتاعي ده. اهلا بيكم. ايه هو التريجرز؟ التريجرز حاجة من حاجات المهمة جدا 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 في قواعد البيانات عموما. كلمة تريجر معناها الذناب بتاع ايه، المسدس بتاعك دوت، اللي هو لو انت عاوز تضرب رصاص اول ما هتدوس على الذناب هيبدأ ينقل الحركة من ال او يعمل حركة كده داخل المسدس، فيحصل ان ايه، تحصل الطلقة بتاعة المسدس تخرج من السلاح. مش بالظبط كده هو ده شغل التريجر، لكن تقدر تقول انه قريب من كده الى حد ما. التريجر عموما هي احداث بتحصل لما انت بيحصل حاجة معينة في الجدول بتاعك. يعني مثلا لو فرضنا ان انت مثلا الجدول اللي انت حاطط عليه التريجر او حاطط عليه الزناد هو جدول مثلا بتاع مثلا اشخاص او رصيد بنكي مثلا لحد، فانت حاطط مثلا تريجر ماشي ان هو يبعت للزبون رسالة او للكاستمر رسالة لو حصل سحب او ايداع في ايه، في الرصيد بتاعه. فالتريجر دوت انت ممكن تحط فيه فانكشن بمنتهى البساطة جدا، توصلها بأي حاجة جوه السيرفر، بتبعت رسالة للزبون أول ما يحصل سحب وإيداع على الحساب بتاعه من ايه؟ من الداتابيز ليفل، من أقل ليفل. يعني ممكن حتى لو واحد دخل عمل السحب والإيداع ده بإيده، يعني مثلا سرق العميل وعرف يوصل للداتابيز وقام جاي مدخل مثلا سحب، دخل مثلا في رقم العميل سالب 5000 فسحب من كده من حسابه 5000، فهو في نفس الوقت دوت انت تبقى عامل تريجر على الجداول ان هي لو حصل فيه سحب او ايداع او اي حاجة يحصل ايه، يدي لك مثلا مؤشر او يبعت لك رسالة او يعمل مؤشر في الداتابيز او يحط في الداتابيز مثلا باسم اليوزر دوت باي حاجة في جدول تاني بيانات الايه السحب دوت ماشي. يبقى التريجر ده بيحصل لو انت حذفت او حطيت او عدلت، عملت ابديت في اي جدول في اي بيانات في اي حاجه، او لو بتعمل الحاجات دي كلها بيحصل ايه التريجر على طول، الزناد بيتداس عليه وبتنطلق ايه الرصاصه. تعالوا نشوف التريجر ده بيتعمل ازاي. ده شكل التريجر ماشي. ازاي نكتب تريجر؟ اول حاجه طبعا بنقول يوز الداتابيز اللي هنستخدمها، بعد كده بنقول كرييت تريجر، اسم التريجر انا سميته تريجر واحد، اون بيرسون ده اسم الداتابيز، سوري اسم التيبل اللي داخل الداتابيز اللي هيتركب عليه التريجر بتاعنا ماشي. خلي بالك التريجر بيتركب على تيبل، لازم بيتركب على تيبل ماشي. افتر ايه بقى يحصل الاكشن دوت؟ افتر انسيرت، سهله. تاني كرييت تريجر، اخلق لي تريجر ماشي، اسمه تريجر 1 ماشي، في الجدول اللي اسمه بيرسون، يحصل افتر انسيرت بعد عمليه الانسيرت ماشي. تعالوا نشوف كده الجدول دوت في داتابيز اسمها فاميلي تيبل، اهو بيرسون اهوت ماشي. فاحنا هنعمل دلوقتي تريجر، فهنجيب دوت وندوس اكسكيوت اهوت، كوماند از كومبليت سكسسفولي، انت كده انجزت المهمه بتاعتك وكرييت تريجر بنجاح. طيب بعد ما عملنا كرييت للتريجر بتاعنا دوت، نقدر نرجع للجداول بتاعتنا تاني، وهتلاقي فيه هنا التيبلز، هتروح على الجدول اسمه بيرسون، افتح علامة البلاس اللي جنبك وهتلاقي فيه فولدر هنا اسمه تريجرز، لما تدوس عليه اهو تريجر 1 ماشي. في اهو في هنا تريجر اسمه تريجر بيرنتس، ده قديم ملناش دعوه بيه. التريجر اللي احنا انشأناه
من شويه هو تريجر 1 ماشي. لو عاوز تأديت فيه ممكن تجيب سكريبت تريجر از مثلا هنا التر 2 ماشي نيو كويري اديتور ويندوز اهو عشان تأديت فيه. واهو جاب لك كده التر تريجر كذا اون تيبل كذا افتر انسيرت كده. ممكن بالالتر دوت انت تقدر تعدل بعد كده ايه في التريجر بتاعنا دوت عشان انت ايه لو عاوز ايه تدخله في ليله تانية. تعال نشوف التريجر بتاعنا. احنا عرفنا دلوقتي نوصل للتريجر بتاعنا ازاي بعد ما كريتناه ماشي. انا عامل ايه التريجر ده؟ يقول له ايه ان ذا افتر تريجر ماشي. دي رساله هتتقال لو اي حد عمل ايه انسرت في التيبل دوت ماشي. فهاجي هنا وهعمل انسرت الرو ده اهو اهوت شايفين وان رو افكتس. بس ايه اللي حصل قبل ما يجي لك المسج ان the after trigger؟ يعني ايه؟ يعني trigger ده مش هيتنفذ الا لما تعمل insert. لو عملنا هنا select مثلا select star from الperson ده اهو وجينا شفنا كده execute where person id هيساوي 50. شوفوا عملنا له نفسه هو اهو موجود اهو البيرسون ده اللي احنا لسه ايه عاملين له اد. طيب انا لو عايز اعمل له مثلا ايه ديليت اهو ديليت نغير ديت كده نخليها هنا ديليت. شوف هنا انا عملت الاول انسى سيلكت مفيش رسائل جات لي ماشي. ديليت ده لقيته برضه مفيش رسائل جات لي. طيب لو عملت ايديت لو عملت اي حاجه مفيش رسائل هتجيلي. الرسائل هتجيلي في حاله واحده بس وهي ان انا اعمل انسرت. فلو عملت له انسرت تاني اهو هيقول لك ان افتر تريجر. دي الفكره من التعامل مع التريجرز في الاس كيو ال سيرفر داتابيز. التريجرز مهمه جدا ويعتبر من اهم الدروس اللي هنشرحها هي تريجرز للناس اللي مهتمه بالستورد بروسيجرز وبالبرمجه بتاعه السيرفر سايد. يا ريت الناس تتفرج على الفيديو ده مره ثانيه ويا ريت الناس واللي عاوز الكود بتاعه يقدر يبص بص على اللينكات اللي في الديسكريبشن بوكس هيلاقي لينك هتوصله للكود بتاعنا ماشي. في النهايه اتمنى للجميع التوفيق. واللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو. يا ريت الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه بتمنى للجميع التوفيق. كان معكم المبرمج احمد محمدي والى اللقاء في الحلقات القادمه.